تسألوني عن الشارة؟ فما عادت الشارة تحمي أحدا هنا. ضربت وأهنت وتم توقيفي واحتجازي مرات تفوق الماء بكثير. وأنا أحمل الشارة وفي سيارة الإسعاف التي عاملوها كما لو أنها سيارة عصابة تهريب مخدرات. بل ربما كانت سيارة العصابة أفضل معاملة منها. بيوت انهدمت أمامي وأنا أتمنى لو أجعل جسدي سورا يحمي من بها. أجمع أنا أشلاء الأطفال لأركبها معا، وأطفال العالم يجمعون ألعابهم ليركبوها معا. كيف لي أن أنسى أصدقائي الذين قتلوا وصاروا أرقاما في السجلات وصورا على الجدران دون أن أتمكن من وداعهم؟ كيف أقبل وجها صار كتلة من الدماء والعظام مع اللحم الممزق؟ لوحة الشهادة في زمن الضياع. ما أكثر الحياة وما أقسى هذا الزمن؟ محمود لما تصاب ونزل سلفي كان لسه الدبابات في البلد، فمسكوني الجيران ما خلوني أنزل. طبعا خلال 9 أيام كانت أصعب أيام عمري. يعني إذا بدي أنام كنت أنام ساعتين، بتعرف يعني إشي ما بتعرفيش عنه مجهول. يعني كنت حامل إلي 4 شهور وجسمي ما تحمل يعني إنه هو مصاب، فنهرت على الأرض على طول. يعني حتى أنا بحكي دايما لمحمود، بحكي له حسيت حالي بمسافة بين السماء والأرض، مش عارفة يعني وين أنا، مع إنه كل الناس حواليي، بس شعرت إني مش موجودة للحظة يعني، وإنه ما إلي حدا، خلص انتهيت يعني. كان واحد تاني يعني، يعني الحرق صعب تتخيل إيش بني آدم يعني محروق، وقديش تهيأت وحطيت في مخيلتي يعني أنا برسم، قديش حاولت إني أتخيل بني آدم يعني محروق ومصاب، بس صعب، صعب تتخيلي. الظروف اللي عشناها كتير صعبة، احنا كنا متزوجين ما إلناش زمان، بس زي ما حكيت فقدت توازني من الداخل، أو دائما بحكي ضيعت إشي من جويتي، مش عارفة ألاقي لحد هلا عشان أرجع أرسم، مش قادرة أرسم. كنت دائما زمان يعني دايما بحكي لمحمود، كنت دايما بشعر انه اي مشكلة بتواجهني انا قادرة اعبر عنها وانا برسم، قادرة اتخلص منها على السريع، بسرعة بسرعة بتخلص منها لاني انا برسمها، عمالي بخرجها من داخلي على لوحة. الا هاي المشكلة مش قادرة اخرجها من جوتي. بجوز الزمن يعني صح، هو له سنة مصاب محمود، بجوز مع الفترة كمان الواحد يتعدى كتير امور. لحظة ضربة السيارة بالضبط كنت أعتبر إنه أنا خلص يعني، وتشاهدت وقلت إنه يعني ودعت الدنيا باعتبار يعني. فلما القذيفة استمرت تقريبا دقيقتين ومدة اللهب، لما انطفت القذيفة هلا اللي صار إنه السيارة نفسها ولعت. لما السيارة ولعت القذيفة راح مفعولها وبلش النار بالكراسي بأجسادنا بأوحينا، فزحفت على الأكواع، كوعي كان سليم الكوع ما في إشي، زحفت زحف من السيارة للشباك. تخيل المسافة اللي نزلت منها كانت فقط
40 سنتيمتر. يعني كيف وصلت الأرض أنا ما بعرف، يعني بعتبرها زي ما بيحكوا من حرارة الروح أو إشي زي هيك. لما رطيت على جنب السيارة هلا اتفاجأت إنه في قناصة عمالة بتطلقوا علينا النار من أعلى السطح. الدكتور كان للأسف أنا زميلي مديري ومسؤولي ودكتوري وحكيمي مش قادر أعمل له أي إشي، هو بصرخ وحكى قتلونا. يعني هو أدرك إنها الضربة كانت قاتلة ما كانتش يعني بسيطة، فحكى قتلونا يما قتلونا، هاد كانت عبارته وصرخ. وطبعا أنا ما فيش بالإمكان أعمل إشي، فهذا إحساس يعني عمل لي زي إشي بإحساس في الذنب. بالنسبة لي كانت سيارة الإسعاف قبل ما نخسر، كأنه يعني زي كيف السوبرمان إشي خارق. يعني لو حتى حاول اليهود انهم يقصفوا سيارة الإسعاف، القذيفة أو الإشي لما يطب فيها مش رح يأثر فيها. ليش؟ إنه كنت أنا عندي أفكار إنها مبادئ جنيف وهيك شغلات، إنها هاي حامية سيارة إسعاف. فلما انكسفت في داخل السيارة حتى ونحن النار مولعة فينا وبداخلها، ما كنتش يعني متوقع إنها قذيفة اللي طلعت فينا. ليش تجربة الأكسجين اللي داخل السيارة تفجرت ورمتني داخل السيارة في هاي المنطقة. طلعت على السيارة شفت النار مولعة في الدكتور خليل في المنطقة اللي كنت قاعد أنا فيها. فلما طلعت هيك شفت النار مولعة في ظهري، طلعت على إيدي النار بعدها عليها، جلد إيدي سايح، حاولت أمزع وعي. فمزعتهم تخبيت تحت الدرجات. فقلت يعني خسرنا الدكتور خليل، بلاش أطلع أنا من حالي عايش من السيارة، حاول أنقذ اللي معي. رجعت للشباب شايف لقيتهم كانوا طالعين ورا سيارة الإسعاف اللي هي فيش مسافة تقريبا 40 سنتي محشورين بين السيارة وبين الحيط. فأول ما وصلوا عند آخرها وقفت بجانبهم وبلشت أطخ على السيارة. فعلى يعني لحد علمي يعني وانا في المستشفى بعد ما صحيت هيك شغلات، فبسالهم سياره الاسعاف اللي اجت تنقذ شو صار فيها؟ هو ثلاث صايه شباب الطاقم تصابوا في داخلها. ما بتتخيلش كيف كان دخلكم. يعني الاخ فات عندنا كان ايده كل ملاقط دم، كله هذا كان الجلد عنده سالخ، شعرهم كان محروق كله، بتميزهم مش من بعضهم. يعني بكل الأولاد يعني بالذات كل نفسياتهم تحطمت. يعني بجوز قاعدة 3 أشهر أو 4 أشهر وهم خرفوا بالقصة، خوف ما تتخيلوش. حتى كسروا يطلعوا بالليل، هون بدنا غرض إشي نطول، تخيل بالحارة في أشباح. الغرفة كانوا يناموا فيها جوها جروها، صاروا يناموا معي مع أبوهم، يعني تركوا الغرفة نهائيا الخاصة فيهم. بصير نحن نحاول نطمنهم ونواسيهم تتعود على الوضع يعني شوي شوي. ولا كثير كثير أثرت على نفسياتهم. أنا يعني واحد كبير أثرت على نفسيتي كثير، يعني مش بهالسهل الواحد إشي ينساه. طبعا لما أتذكر القصة اللي صارت معنا واللي هي قعدت لفترة طاردني في أحلامي، وحتى أمرأة وأنا قاعد أحيام يقظة أتذكر حالي كيف انحركت، كيف اللي كان معي أشكالهم، كيف كان الدكتور خليل وهو مولع على الكرسي. فطبعا إشي مستحيل أنساه يعني، وبحاول قدر الامكان يعني حتى لو تصير اجتياح او هيك شيء واشوف ناس بحاجه لمساعدتي لما اروح اساعدهم، احاول اتمني انا اساعدهم مع هيك، احاول على احافظ على نفسي. لان الحياه صارت عندي يعني زي مثل ما قلت شيء سهل، يعني بسرعه بجوز افقدها. الحياه كويسه والحياه حلوه والحياه انبساط ومتعه، والحب بحب الواحد كل واحد يعيش بجو انبساط.